فدوى ترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. النهارده عندنا كلام مهم جدا في هذه الفقره، ان السوشيال ميديا ركزت في تفاصيل اعتقد محتاجه ردود كبيره وواضحه من خلال برنامج الترند. نبدا مع بعض وحساب يلا كوره اتكلم على موقف اللعيبه اللي ممكن ترجع للفتره اللي جايه في المباريات والتدريبات، واللعيبه اللي خرجت الفتره الاخيره ممكن بسبب الاصابات وموقفها ايه من العوده. ترند الاهلي من حساب يلا كوره على تويتر، كشف موقف عمار حمدي وبرونو سافيو وطاهر من مباراه الاهلي وفيوتشر. اولا برونو سافيو انا باكد لا يعاني من اي اصابه وجاهز للمشاركه في المباريات، وخروجه ما بين شوطين شوطي مباراه الاهلي والاتحاد السكندري كانت وجهه نظر فنيه من مارسيل كولر. ويمكن تغيير برونو سافيو يعتبر دلوقتي هو اسرع تغيير لمارسيل كولر منذ ان تولى القياده الفنيه للنادي الاهلي. لعب مباراتين في افريقيا، لعب مباراه سوبر امام الزمالك، لعب 6 مباريات في الدوري، يعني بنتكلم حوالي 9 مباريات. كان دايما اول تغيير بيبدا من الدقيقه 60 65، لكن تغيير برونو سافيو هو اسرع تغيير ليه لانه تم ما بين شوطي الاهلي والاتحاد السكندري. طيب عمار حمدي اليومين اللي فاتوا كان خد راحه سلبيه حوالي 48 ساعه بسبب شعوره بالام في عضله الفخذ، ما كانش ليه علاقه خالص بالرباط الصليبي. الناس ربطت ان تجدد الاصابه لا قدر الله عمار حمدي بعيد يومين بسبب في مشكله في الرباط الصليبي، لكن المشكله كانت في الام بسيطه في الام في الفخذ. لكن النهارده نزل التدريبات وشفتوا النهارده معانا في الصور عمار موجود في التدريبات الجماعيه وهيشارك بشكل كويس جدا. طاهر محمد طاهر قدامه اسبوعين بالظبط على العوده للمشاركه في التدريبات والمباريات خلال الفتره الجايه، يعني بنتكلم مثلا على يوم 29 ديسمبر 30 ديسمبر هيكون طاهر محمد طاهر جاهز للمباريات. بيرسيتاو بنتكلم في 4 أسابيع لحين شفائه من اصابه العضله الخلفيه خلال الفتره الجايه. اذا اتكلمنا عن برونو سافيو، طاهر محمد طاهر، عمار حمدي، وبيرسيتاو، وكلنا فاكرين طبعا المباراه الاخيره الحمد لله استعدنا حمدي فتحي ومحمود متولي بعد غيابهم لفتره اثناء وجودهم مع المنتخب تعرضوا لاصابه وبالتالي ابتعدوا عن عدد من مباريات الاهلي، لكن في المباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري كانوا موجودين في القائمه ونزلوا وشاركوا في الشوط الثاني. طيب نروح لحساب كوره 11، ويبدو ان السويسري يفرض سيطرته الكامله على غرفه الملابس. كولر يظهر العين الحمراء للاعب الاهلي وتهديد مباشر بالاستبعاد من النادي في حاله مخالفه تعليماته. طب الموضوع ده انا عارف في البعض بيحاول يتكلم فيه كتير وبيتكلم فيه بعد بعض المشاهد اللي ظهرت في مباراه الاتحاد السكندري. اولا مش شخصيه كولر، وانا بقول لكم معلومه مش بقول لك وجهه نظري، مش شخصيه كولر ان هو ينفعل على لاعب او يتخذ قرار ضد لاعب بشكل ممكن يوصل لمرحله ان هو في خلاف او احتدام في النقاش ما بينه وما بين اللعيبه، او ممكن يبان ان في اظهار للعين الحمراء. لا، في قواعد، والمنوط بتنفيذ هذه القواعد هو الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بعد راي المدير الفني مارسيل كولر. انا حاسس او شايف ان البعض بيحاول يذكر اسماء خلال الفتره الحاليه، لكن في انضباط حاليا داخل الجهاز الفني مع اللعيبه، وفي انضباط فرضه الجهاز الفني والكابتن سيد مع اللعيبه بشكل كبير جدا في الموسم الحالي. واي حد جوه صفوف الفريق ايا كان، سواء كابتن الفريق او لاعب صاعد او لاعب ليه خبرات طويله او لاعب لسه منضم للاهلي، عارف الطريقه والسياسه اللي الاهلي بيتعامل بيها في مساله الانضباط داخل غرفه خلع الملابس. وبالتالي في دور لعمرو السوليه كابتن سيد دايما بيكلمه عليه وبيوجهه ليه، وفي دور كمان لعدد من اللعيبه اكيد بتتكلم مع بعض عشان بعض المشاهد اللي ممكن تظهر في المباراه البعض بيفسرها بشكل معين وبيحاول يكبر الموضوع. مش عايز ادخل في تفاصيل او اذكر اسماء، لكن قدر الامكان حاولت بس اشرح لكم الازمه البعض بيحاول يصورها فين وجوه الجهاز او جوه اوضه اللبس الاهلي اكيد انتوا عارفين بيتعامل ازاي. طيب نروح لحساب كوره 11، وده اللي كنت بتكلم عليه، سيد عبد الحفيظ يخرج عن هدوءه وينفجر في وجه قائد خط وسط الاهلي ويوجه له 4 رسائل تحذيريه بعد ما بدر منه خلال مباراه الاتحاد السكندري. طب التفاصيل بتتكلم على ايه بقى؟ عبد الحفيظ طلب من السوليه التركيز فقط في الملعب، عدم الاعتراض على اي قرارات. قال له انت لاعب كبير ومن قاده الفريق، لازم تدي اللعيبه نصايح جوه الملعب. كمان دعم اللاعبين والشد من ازرهم بدلا من الغضب من قرار الاستبدال، خاصه انك لعيب
خبره. طيب انا بقول لكم دايما في النادي الاهلي في طريقه تعامل محدده وفي لائحه واضحه. مش هتكلم على تفاصيل السوليه واصل قفشه، اصل شادي حسين نزل لاعب هاف وما لعبش راس حربه، اصل شريف ما لعبش. اكيد التفاصيل دي ناس كتيره ممكن تفكر فيها، ولكن انا هروح لمثل تاني مختلف تماما. علي معلول. علي معلول لما لعب كاس عالم مع تونس ولعب في المباراه الاخيره امام فرنسا، امتى كان موجود في القاهره ونزل تدريبات النادي الاهلي؟ بعد مباراه فرنسا ب 24 ساعه. هل سافر تونس؟ لا. هل خد اجازه يومين؟ لا، ده لعب اخر مباراه، بل البعض في اخر 10 دقائق قال لك ده مصاب ومش قادر يكمل الماتش. لكن جه وانتظم في التدريبات وشارك في المباريات. وبالتالي مثال علي معلول تحديدا اتمنى ان الناس تركز مع التفاصيل الايجابيه دي، لان البعض بيحاول يصدر لكم تفاصيل سلبيه حتى لو في منها جزء الجهاز الفني والاداري بيتعامل معاها، ولكن ظهورها في الاعلام بالشكل ده اعتقد جماهير الاهلي فاهمه الهدف منه خلال الفتره اللي جايه. طيب حساب كوره بلس، وهنبدا نتكلم على عرض قفشه، وانا قلت لكم من امبارح الكلام هيستمر على قفشه لغايه انتقالات يناير. الكشف عن كواليس عرض الباطل لضم قفشه. طيب المصدر قال لكوره بلس ان في عرض اتقدم للنادي الاهلي لضم قفشه تصل قيمته ل 300,000 دولار للحصول على خدمات قفشه على سبيل الاعاره حتى نهايه الموسم. النادي الاهلي تحفظ على رحيل اللاعب، وكمان في ضعف للمقابل المادي. المعلومه اللي عندي واللي عايز اكد لكم ان لغايه اللحظه دي النادي الاهلي لم يوافق على اي عرض بيتلقاه لاي لاعب، وان مارسيل كولر مؤجل او اجل الحديث عن هذه العروض حتى انتقالات يناير لحين بحث مساله التدعيمات خلال الفتره اللي جايه. اذا كانت في تدعيمات قويه وفي صفقات هيتم الانتهاء منها في شهر يناير وسد بعض النواقص في بعض المراكز، اكيد لو في عرض مناسب للنادي وللاعب ممكن الاهلي يوافق ايا كان مين، سواء قفشه او غير قفشه. ممكن قفشه يكون عنده عروض تانية على فكره غير معلنه، غير عرض الباطن السعودي. ممكن الايام الجايه تسمعوا عرض من الامارات، عرض مش عارف من تركيا، هتسمعوا كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. ولكن انا بقول لكم ان الاهلي بيتعامل ازاي مع مساله العروض اللي بتتلقاها اللعيبه في التوقيت الحالي قبل انتقالات يناير. والملف ده انا امبارح قلت لكم مش هدخل في تفاصيل، بس هيفضل مستمر معانا لغايه شهر يناير، لسه في كلام كتير ممكن يتقال فيه الفتره اللي جايه. والهدف منه اعتقد وكيل اللاعب، يعني داخلين على مرحله انتقالات، فبالتالي بتبقى فرصه ان الناس تعمل شغل في الفتره اللي جايه. طيب الوطن سبورت بيقولوا ان في مصدر مقرب من كهربا يكشف موعد عودته للمشاركه في المباريات مع النادي الاهلي. قلت لكم النهارده ترند الاهلي يمكن في تفاصيل كتيره وموضوعات مهمه جدا والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عليها. بصوا يا جماعه، موضوع كهربا الحمد لله يمكن انا اتكلمت فيه من فتره، والبعض كان حاول دايما يلصق الاتهامات بالاهلي في هذا الملف، وانا معايا الملف بالكامل اكتر من حوالي 85 ورقه، وقلت الاتحاد الدولي برأ الاهلي في هذه القضيه، المحكمه الرياضيه الكاس برأت الاهلي في هذه القضيه، اللجنه القانونيه اللي كانت بتحقق في المحكمه الرياضيه قالت ان الزمالك مسؤول مسؤوليه مباشره عن رحيل كهربا، الخطاب اللي بعته اتحاد الكره هو السبب الرئيسي في تغريم كهربا، نادي الزمالك كان طلب اكتر من حوالي 5 مليون دولار تعويض عن رحيل كهربا، لكن المحكمه الرياضيه شافت الرقم مبالغ فيه. بعض الامور القانونيه ساهمت ان يبقى في عقوبه 2 مليون دولار على اللاعب، ولكن مده الايقاف اكيد بعد الست شهور هتنتهي في شهر يناير اللي جاي باذن الله. عشان يبقى في ايقاف تاني، انا بقى هنا بتكلم على اللوائح، ايا كان بقى مين اللاعب او ايا كان النادي، بنتكلم مثلا عن نادي سين ونادي صاد واللاعب عين، عشان بس الامور تبقى واضحه. يعني اللاعب عين عنده قرار بايقافه لحين السداد لغايه شهر يناير. طيب جه يناير وما سددش، هل الايقاف بيتجدد تلقائي؟ لا، لازم تتخذ اجراءات تاديبيه من جديد مع لجنه الانضباط في الفيفا لحين سداد اللاعب. بتاخد لها فتره قد ايه؟ ممكن من خلال شهرين لاربع شهور لخمس شهور. طب في الفتره دي اللاعب بيفضل موقوف؟ ما هو فتره الايقاف خلصت، يفضل موقوف ولا يلعب؟ هنا الامر مرتبط بخطاب هيتبعت من اتحاد الكوره للاتحاد الدولي عشان بحث هذا الامر في ظل ان الايقاف انتهى، وبالتالي اللاعب ياخد قرار انه يشارك لحين بحث الامر وسداد الفلوس او توقيع عقوبات تاديبيه بعد كده اذا ما سددش حتى بعد ست شهور حتى من انتهاء الايقاف في الفتره اللي جايه. في تفاصيل كتيره قوي قوي في الملف ده، لكن انا باكد لكم اكيد النادي الاهلي بيفكر في مصلحه النادي بشكل كويس، وبيفكر في مصلحه اللاعب بشكل كويس، وكهربا كمان عارف خطواته اللي جايه بشكل كويس جدا. وعموما
الايام قربت وباذن الله نشوف كهربا في الملاعب قريب جدا جدا جدا. طيب ده كان ترند الاهلي، وزي ما قلت لكم النهارده في تفاصيل كتيره معانا في ترند الاهلي، وما زال الحديث دايما عن الاهلي في السوشيال ميديا رغم الصداره والتفوق والتالق محليا وقاريا، لكن دايما كلكم عارفين الاهلي دايما على السوشيال ميديا اكتر نسبه مشاهده وقرايه ومتابعه، صاحب الشعبيه والجماهيريه الاولى مش في مصر بس، ده في الوطن العربي.